بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض منهج الرياضيات المراجعة النهائية لمادة الجبر والفراغية للصف الثالث الثانوي، المنهج المصري قسم الرياضيات العام الدراسي 2017-2018، معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في المراجعة النهائية، قلنا ان احنا بنحل البوكلت اللي موجود في كتاب المعاصر اللي اسمه البوكلت. انا بحل على النماذج اللي كانت في دفعة 2016-2017، مش هتختلف ان شاء الله كتير، ويعني حتى لو في اختلافات هيبقى مراجعة هتسهل لك الامور جدا جدا، وتبدأ تحل انت في النماذج الجديدة. احنا خدنا النموذج 11 واخدنا الجزء الاول من النموذج 12، والنهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من النموذج ال 12. بعتذر معلش، عندي بوادر بدر برد، فمعلش بقى لو ظهرت كحة كده او عطسة فمعلش اعذروني. نبدأ كده على بركة الله. طيب، كنا وقفنا هنا عند المسألة العاشرة. بيقول لي اوجد قيمة الحد الخالي من سين في مفكوك واحد على سين تربيع في سين زائد واحد على سين تكعيب أس 10. دي ملهاش علاقة بالمفكوك، هي مضروبة في المفكوك، فاللي هينلنا اشتغل على المفكوك ده، على مفكوك أس 10. يبقى انا عشان اجيب السين أس اي حاجة يبقى بجيب الحد العام، هيساوي واحد على السين تربيع في، نبدأ بقى في المفكوك. المفكوك هنا هيبقى 10 قاف ر في الاول اللي هو سين اس الفرق 10 ناقص ر في الثاني اللي هو واحد على سين تكعيب اس تحت اللي هو ر، يبقى بيساوي 10 قاف ر. ده هتبقى كلها سين بقى، ايه اللي هتبقى سين؟ الاثنين هتطلع بسالب 2 هتطرح من 10 يبقى 8، هنا ر وسالب 3 ر يبقى سالب 4 ر. تمام كده، أس السين ده بنساوي الأس بالصفر عشان يدينا الحد الخالي من سين، يعني إذا هتقول له إذا 8 ناقص 4 ر هتساوي صفر، يبقى ر بيساوي كام؟ 2. يبقى الحد الخالي من سين اللي هو ح كام؟ ح 3، وعايز قيمته يبقى ح 3، بعوض ده خلاص بصفر كده هيبقى 10 قاف ر. جبناه بكام؟ جه ر ب 2، أحسب بالآلة 10 قاف 2 وأشوف هتطلع بكام. طيب، المسألة رقم 11 بيقول لي اوجد مساحة الدائرة الناتجة من تقاطع المستوى، يبقى دي معادلة المستوى مع الكرة. مع الكرة لما كرة تتقاطع مع مستوى بتتقاطع في ايه؟ بتتقاطع في دائرة. انا عايز خصائص الايه؟ خصائص الكرة دلوقتي، يبقى انا اقدر اعرف مركز من معادلة الكرة، اقدر اعرف مركز الكرة ده عبارة عن النقطة ايه؟ صفر وصفر وصفر، نقطة الاصل. نقطة الاصل نصف قطر الكرة، نصف قطر الكرة اللي هو ده هيبقى الجذر التربيعي، لان ده نق تربيعي، يبقى النق هتبقى الجذر التربيعي ل 49، يعني هيدينا كام؟ هيدينا 7، ما قالش سنتي، يبقى 7 وحدة ايه؟ وحدة طول. ما تنساش الحاجات دي، الحاجات الصغيرة ديت يعني ممكن تهدر لك درجات على الفاضي. هو ما قالش اي نق باي حاجة، يبقى وحدة طول على طول، يبقى 7 وحدة طول. شكل الكرة بيبقى ازاي؟ ادي الكرة اهيت خلاص، وادي نعتبر ان هنا دي مركز الكرة، ادي ميم، هنسميه ميم مثلا، اللي هو نقطة صفر وصفر وصفر معايا. وادي لما المستوى يقطع الدائرة، يقطع الكرة بيقطعها في دايرة، النقطة دي نسميها مثلا نقطة ألف، ودي هنسميها مثلا نون. يبقى أنا عندي مثلث الميم نون ده، الميم نون اللي هو مركز الكرة، يبقى الميم نون بيكون عمودي على الكرة، وفي نفس الوقت الميم نون عمودي على المستوى، ويمر بمركز الدائرة، ويمر بمركز الايه؟ بمركز الدائرة. يبقى انا عندي مثلث ده مثلث قائم الزاوية، يبقى ألف نون ميم مثلث قائم
الزاوية قائم ازاي. انا بشرح لك عايز تكتب الكلام ده بكتبه، مش عايز تكتبه خلاص. هو الحل هيبتدي من هنا بقى. انا عندي الف ميم هيساوي 7 سنتي او 7 وحدة طول، دي نق. يبقى انا عايز اجيب البعد ده اللي هو ميم نون. طب ما احنا قلنا ميم نون ده العمودي على المستوى، خلاص. لو انا سميته لام يبقى انا بجيب البعد، بعد نقطة عن المستوى اللي هو البعد العمودي عن المستوى. اللام ده بيساوي ايه؟ بيساوي لو انا عندي معادلة المستوى اللي هي الف س واحد زائد ب ص واحد، الف س زائد ب ص، معلش، الف س زائد ب ص زائد ج ع زائد الدال بتساوي صفر. دي معادلة المستوى. لو انا عايز اجيب بقى البعد العمودي من نقطة، النقطة دي عبارة عن س واحد وص واحد وعين واحد، من البعد العمودي من هذه النقطة على المستوى ده بيساوي ايه؟ قانون ده بتحفظه معروف، يبقى الف بعوض عن النقطة بقى، الف س واحد زائد ب ص واحد زائد ج عين واحد زائد الدال للمقياس على الجذر التربيعي لمتجه الوحدة، اللي هو ايه؟ متجه الوحدة هنا، متجه الوحدة اللي هو الجذر التربيعي لألف تربيع زائد ب تربيع زائد الجيم تربيع. يبقى ألف تربيع زائد الب تربيع زائد الجيم تربيع. يبقى أنا هجيب البعد العمودي اللي هو بقى ميم نون، يبقى ميم نون هيساوي النقطة اللي أنا هرسم منها اللي هي ديت اللي هي الميم اللي هي صفر وصفر وصفر. عوض بقى، يبقى ده يدينا صفر 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 وناقص، يبقى هتدينا المقياس سالب 5 جذر 14 على الجذر التربيعي لإيه بقى؟ الأربعة زائد التسعة زائد الواحد، يعني هيدينا 5 جذر 14 على ده هيدينا كام؟ 13، يعني جذر 14، جذر 14 مع جذر 14، يبقى ميم نون تساوي 5 وحدة إيه؟ وحدة طول. يبقى أنا جبت ده 5 وده 7، يبقى الألف نون اللي هو النق تربيع هيساوي 49 ناقص كام؟ ناقص 25، يعني هيساوي كام؟ 4 9 4، يبقى يساوي 14. يبقى النق تربيع يساوي 14، يبقى مساحة الدائرة هتساوي باي نق تربيع، يعني تساوي باي في 14، يعني بيساوي 14 باي وحدة ايه؟ وحدة مساحة. يبقى يساوي 14 باي. عايز تعوض عن الباي عوض، مش عايز تسيبها على كده، هتاخد الدرجة كاملة. طيب 12 بيقول لي إذا كانت النقطة ألف 2 و3 و1 والمستقيم لام كذا، أجب عن أحد السؤالين الآتيين: اثبت أن النقطة والمستقيم يقعان في المستوى. يبقى أول حاجة عايزين نثبت أن النقطة، يبقى النقطة عايزين نثبت أنها تنتمي للمستوى، يبقى بالتعويض، بالتعويض بالنقطة في معادلة المستوى. معادلة المستوى ديت دي الر اللي هي بتبقى السين والصاد والعين اللي هي ألف، أشيلها وأحط قيمتها وأضرب قياسي، لو أعطاني الطرف اليسار يبقى ممتاز جدا، يبقى الطرف الأيمن يساوي 2 و3 و1 ضرب قياسي 2 و0 و1، ده هيساوي 2 في 2 ب4، 0 ناقص 1، يعني هيدينا أي 3 يساوي الأيسر. طالما حققت يبقى إذا تحقق معادلة المستوى، يبقى إذن الألف دي بتنتمي للمستوى. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، لو أنا عايز أثبت إن المستقيم يقع في المستوى بثبت حاجتين. الحاجة الأولانية أن المستقيم يوازي المستوى، أن المستقيم يوازي المستوى معايا. النقطة الحاجة التانية أن نقطة على المستقيم تحقق معادلة المستوى.
اي نقطة بقى على المستقيم ديت، لما اعوض في المستوى تحقق معادلة المستوى، يبقى اذا المستقيم يقع في المستوى. يبقى عايزين نسبة النقطة الاولانية. نسبة النقطة الاولانية يبقى انا بجيب ه للمستقيم. ه للمستقيم اللي هو اي متجه اتجاه للمستقيم، مثلا هيبقى واحد وسالب اتنين واتنين، متجه الاتجاه ده. طيب وه اتنين اللي هو متجه اتجاه للمستوى اللي هو ده، اللي هو هيبقى ايه، اتنين وصفر وسالب واحد. يبقى ه واحد ضرب قياسي ه اتنين هيساوي، نضرب كده هيدينا اتنين، وده هيبقى صفر سالب اتنين، يعني هيدينا صفر. يبقى هنا المستقيم يوازي المستوى، المستقيم يوازي المستوى. طالما يوازي بقى اخد نقطة بتقع على المستقيم، يبقى النقطة تلاتة وواحد وتلاتة ديت بتنتمي للايه؟ بتنتمي للمستقيم لام. بالتعويض بها في معادلة المستوى لو بتحققوا خلاص، يبقى المستقيم وش كده بايه، بتقع في بيقع داخل المستوى. يبقى بالتعويض في معادلة المستوى هيبقى تلاتة وواحد وتلاتة ضرب قياس اتنين وصفر وسالب واحد هيدينا ستة، دي صفر سالب تلاتة يعني هيدينا تلاتة. يبقى دي بتحقق معادلة المستوى. يبقى إذن المستقيم لام ينتمي للمستوى، المستقيم لام ينتمي للمستوى. يبقى أنا أثبتت إن النقطة تنتمي للمستوى والمستقيم ينتمي للمستوى. هنا بيقول لي اوجد طول العمود المرسوم. عشان اوجد طول العمود المرسوم بالمناسبة لازم اختبر ليه؟ لازم اختبر النقطة. انا من النقطة الف ديت هرسم عمود على المستقيم لام اللي عندي. فاول حاجة لازم اختبر الف دي هل بتنتمي للمستقيم ولا لا تنتمي؟ ما هي لازم النقطة ديت عشان اجيب البعد العمودي لها انها لا تنتمي للمستقيم. انها لا تنتمي للمستقيم. عشان اثبت نقطة تنتمي للمستقيم او لا تنتمي للمستقيم، باش بجيب المعادلة المعادلات او المعادلة الاحداثية للمستقيم. المعادلة الاحداثية للمستقيم، المعادلة اي المعادلة الاحداثية للمستقيم بتساوي ايه؟ السين ناقص السين واحد اللي هي سين واحد اللي هي تلاتة، على الألف. الألف اللي هي ايه؟ في متجه الاتجاه لمسقط السيني اللي هي على الواحد، يساوي الصاد ناقص الصاد واحد، الصاد يبقى ناقص الواحد على البه اللي هو سالب اتنين، يساوي العين ناقص العين واحد اللي هو تلاتة على الاتنين. معايا كده؟ هل بقى النقطة ألف اللي هي اتنين وتلاتة وواحد تحقق معادلة المستقيم؟ اعوض بالالف بالسين هنا، وعوض بالصاد هنا، وعوض بالعين هنا، اشوف هدينا ايه. يبقى هنا اتنين ناقص تلاتة هيدينا سالب واحد على الواحد، يعني هيدينا سالب واحد. وهنا لما تعوض بالصاد يبقى تلاتة ناقص اتنين، يعني اتنين على سالب اتنين هيدينا سالب واحد. معلش هنا الواحد يعني هيدينا سالب اتنين على اتنين هيدينا سالب واحد. عطاني قيمة ثابتة، معناته ايه؟ ان النقطة الف تحقق معادلة المستقيم، يعني الف تنتمي للمستقيم لام. يبقى مفيش بعد عمودي، يبقى البعد العمودي يساوي ايه؟ يساوي صفر. دي لازم اختبار الحكايه ديت قبل ما تجيب البعد العمودي. لو اعطيك نقطه ومستقيم بيقول لك اوجد البعد، لازم تختبر دي. طيب رقم 13، بيقول لي اذا كان عين يساوي ج باي على التسعه زائد ت جتا باي على التسعه، اوجد مرافق العين على الصورة المثلثية، ثم اوجد الجذور التكعبية للعدد مرافق العين أس تسعة أو العين داش أس تسعة. يبقى لازم أنا أجيب العين داش أس تسعة الأول، وبعد كده أجيب له الجذور التكعبية. يبقى أنا خطواتي إيه؟ إن أنا أجيب مرافق العين الأول. طيب أشوف العين الأول،
يبقى انا دي الخطوات عشان تعرف تحلها ازاي. يبقى ادي العين، العين هل العين ده على الصورة المثلثية الصحيحة؟ لا طبعا، زائد ت جتا باي على التسعة. قلنا هنا في لخبطة في الجتا لخبطة في الجتا والجا، يبقى انا بستخدم الزاوية 90 او 270 هيظبطوا لي الجا والجتا. طيب انا بشوف الزاوية ديت اللي هي 180 على 9 يعني 20، 20 ديت ايه؟ اقرب لل90، اقرب، بس هي 90 ناقص ولا 90 زائد؟ يبقى 90 ناقص، خلاص. يبقى انا كده عرفت ادي العين هيساوي الجا باي على الاتنين اللي هي 90 ناقص الباي على التسعة، ممتاز جدا، زائد الت جتا باي على الاتنين ناقص باي على التسعة. يبقى العين هيساوي، هتصبح جتا بقى، يبقى جتا نطرح بقى ديت باي على الاتنين، يعني لو انا وحدت على ال 18، 18 على 2 في 9 يبقى 9 باي، وهنا ناقص 2 باي يبقى 7 باي، زائد ت جتا 7 باي على ال 18. ده العين، انا مش عايز العين، هو عايز مرافق العين. يبقى العين شرطة باخد الزاوية اللي هي السعة بالسالب، هتبقى جتا سالب 7 باي على ال 18 زائد ت جتا جا دي جا معلش دي جا جا سالب 7 باي على ال 18 سالب. جبت العين شرطة، جبت العين شرطة او اللي هي المرافق العين. مرافق العين مش عاجبك الزاوية ديت هنا، خلينا نجيب العين اس 9، خلينا نجيب العين اس 9، خلاص هي العين اعتبرها على كده، مش مشكلة، انا اعتبرها على كده، ما هي اقل من نجيب العين اس 9 بقى. يبقى ادي العين باي اس 9، بضرب السعة في 9 يبقى هتصبح جتا لما تضرب في 9 هيدينا ايه؟ سالب 7 باي على الاتنين زائد ت جا سالب 7 باي على الاتنين. يبقى دي العين، مرافق العين اس 9، هنا السالب 7 باي على الاتنين زاوية ضخمة جدا في الاتجاه السالب، يعني زاوية تفوق مثلا 500 ولا حاجة، فأنا بطرح منها 360 واطرح 360، نشوف 7 على الاتنين فيها 3 وكسور، 3 وكسور، يبقى أنا ممكن إيه؟ أضيف لي دي باي، أو أضيف 2 باي، أو أضيف 4 باي، وهكذا، او اضيف 3 وهكذا وهكذا، مضاعفات الباي، مضاعفات الباي، فهي 3 وكسور، يبقى انا ممكن اضيف لها كام؟ 4 باي. يبقى عين، ما هي نفس الزاوية، تبقى تصبح جتا لما تضيف 4 باي ناقص 7 باي على الاتنين زائد ت جا 4 باي ناقص 7 باي على الاتنين، ده عشان احولها لزاوية موجبة. يبقى عين اس 9 تساوي جتا هنا 4 باي يعني 8 باي، يعني هيدينا باي على الاتنين، يبقى باي على الاتنين زائد ت جا باي على الاتنين، ممتاز جدا جدا كده. العين اس 9 بقى ده هنعتبره عين، اللي انا هشتغل عليه بقى عشان اجيب ايه؟ اجيب الجذور التكعيبية له. جذور التكعيبية يعني عايز اجيب عين اس سالب تلت، يبقى عين اللي هي اس 9 اس سالب تلت، يعني خلينا نكتبها كده، ده هنسميه عين، خلاص. يبقى اقول له ده هنسميه مثلا عين، يبقى نقول عليه او عين واحد، خليه عين واحد، يبقى عين واحد اس تلت، عين واحد اس تلت هتساوي ايه؟ هتساوي الجتا باي زائد اتنين باي ر على الكام؟ على التلاتة، يعني باي على الاتنين زائد اتنين باي ر على الايه؟ على التلاتة، زائد ت جا باي على الاتنين زائد اتنين باي ر على الكام؟ على التلاتة، مظبوط معايا كده؟ واضحة ديت؟ خلاص، يبقى أنا بعوض بقى عن الر مرة بتساوي صفر، لما الر بتساوي الصفر ده هتصبح بصفر، يعني هيدينا باي على الستة، يبقى الجذر الأولاني عين واحد، سميه عين واحد ألف مثلا، عين واحد ألف الجذر الأول، اكتب الجذر الأول، عين واحد ألف هتساوي جتا باي على الستة زائد ت جا باي على الستة، مظبوط معايا تمام؟ طيب نجيب الجذر التاني، يبقى عند ال ر تساوي واحد، يبقى الجذر التاني هنسميه واحد ب مثلا أي حاجة يعني،
او اكتب له كده الجذر التاني، الجذر التكعيب التاني. يبقى انا بحط الره بايه؟ الره بواحد واشوف هتطلع الزاوية بكام، وبعد كده اعوض عن الره باتنين، اللي هو الره تساوي الاتنين، هيدينا الجذر التالت. الجذر التالت عايز تلات جذور، يبقى دول التلات جذور تكعيبية اللي موجودة عندي. واضحة كده المسألة؟ ممتازة جدا المسألة دي، ممتازة ممتازة ممتازة، يعني لميت لنا شوية أفكار في مسألة واحدة. طيب 14 بتقول لي أي من النقط التالية تقع على المستوى، تحقق المستوى. يبقى أنا بشوف الطرف الأيسر هنا، السين بواحد زائد اتنين هيبقى خمسة، ناقص الواحد يبقى أربعة، هي خمسة يبقى دي ما تنفعش. واحد هنا هيبقى اتنين، اتنين زائد ستة، وهنا ده هيبقى صفر، اتنين وستة ما ينفعش. هنا الصفر ده هتبقى صفر، وهنا هيبقى ستة ناقص الواحد يدينا خمسة، يبقى هي دي اللي بتحقق معادلة المستوى. طيب هنا بيقول لي إذا كان أ و ب متجهي وحدة قياس الزاوية الحادة بينهما سيتا، عايز الألف ناقص الباء. أنا عندي قاعدتين عايزك تحفظهم زي اسمك، لأن ديت لا يخلو منها امتحان، لا يخلو منها امتحان، بكلمة لا يخلو منها امتحان. المقياس أو معيار الألف زائد الب ده بيساوي إيه؟ معيار الألف تربيع زائد معيار الب تربيع زائد اتنين في معيار الألف في معيار الب جتا سيتا، جتا سيتا. طيب هنا السالب، يبقى معيار الألف سالب الب نفسها ديت، ده يبقى ديت بس الإشارة بينتهم سالب. الإشارة دي تحفظهم زي اسمك، زي كلمة زي اسمك زي اسمك. دي حاجة، دي الحاجة الأولانية اكتبها هنا. الحاجة التانية في التفاضل والتكامل، موجود عندي قوانين الزاوية وضعف الزاوية ونصف الزاوية، موجودة صفحتين، دول يتحفظوا زي اسمك أيضا. قوانين ضعف الزاوية و الجيوب التمام، جيب تمام الزاوية وجمع جيب تمام الزاوية وجيب تمام مجموع زاويتين وجيب تمام الفرق بين زاويتين وجيب وهكذا، الموجودة ديت في صفحتين في أول الكتاب المعاصر، مهمين جدا، خد عليهم يعني اقعد صمهم، صم صمهم بمعنى كلمة صمهم. خلاص يبقى أنا هستخدم بقى القاعدة بتقول لي إيه، إن معيار الألف ناقص الب ده هتساوي معيار الألف تربيع، معيار الألف تربيع زائد معيار الب تربيع ناقص اتنين في معيار الألف في معيار الب في جتا الزاوية بينتهم، جتا الزاوية بينتهم اللي هي سيتا، جتا السيتا دي تربيع، معلش دي تربيع، معيار الألف ناقص ب تربيع معايا. يبقى معيار الألف ناقص الب تربيع هتساوي، طبعا هي متجهات وحدة، فده هيبقى واحد وده هيبقى واحد، وهنا هيبقى اتنين، دي ناقص معلش، ناقص اتنين في واحد في واحد في جتا السيتا، جتا الزاوي. يبقى معيار الألف ناقص الب الكلي تربيع يساوي اتنين ناقص اتنين جتا سيتا. هنا لو اخدت الجذر مش هيديني اي حاجة من هنا، يبقى انا لازم اعوض عن السيتا بحاجة تربيع، يبقى لازم اعوض عن السيتا بحاجة تربيع. انا عندي ايه؟ عندي جتا السيتا، دي قوانين اللي هي ضعف الزاوية، قوانين ضعف الزاوية، قوانين ضعف الزاوية هشوفها لك دلوقتي بالتفصيل الممل. جتا سيتا، جتا سيتا ديت لو انا اعتبرتها ضعف الزاوية، يبقى جتا سيتا بتساوي اتنين جتا تربيع، هتبقى سيتا على الاتنين ناقص الواحد، او واحد ناقص اتنين جتا تربيع سيتا على الاتنين. طبعا دي لو اتنين سيتا اللي جوه هنا هتبقى سيتا، يعني دي لو اتنين سيتا جتا اتنين سيتا فدي هتبقى سيتا نصفها، لذلك احنا بنسميها ايه؟ بنسميها قوانين ضعف الزاوية، قوانين ضعف الزاوية. خلاص دول القوانين المهمين جدا اللي انا هستخدمهم هنا. انا عايز ايه؟ انا عايز حاجة تديني تربيع هنا، فانا لو اخدت الجتا سيتا باتنين جتا تربيع سيتا على الاتنين،
خلينا نعوض عنها كده، يبقى 2 ناقص 2 في 2 جتا تربيع سيتا على 2 ناقص الواحد. طيب فك كده هيدينا 2 ناقص 4 جتا تربيع سيتا على 2 زائد 2 هيدينا ايه؟ 4. حتى دي برضو تمشي، يعني لو يعني مثلا لو ايه، لو انا هتبقى 4 خد 4 من المشترك هيبقى 4، 1 ناقص جتا تربيع سيتا على 2 يبقى هيدينا 4، 1 ناقص جتا تربيع سيتا على 2 هيبقى جا تربيع سيتا على ال2. ده معيار المربع، يبقى انا هاخد الجذر يعني هيدينا 2 ج تربيع سيتا على ال2، 2 ج سيتا على ال2 مفيش تربيع لان انا خدت الجذر، يبقى 2 ج سيتا على ال2 يعني الاجابه رقم د. لو عوضت بدي برضه هيديك نفس النتيجه، يعني لو عوضت بديت او عوضت بديت هيديك نفس الايه؟ هيديني نفس النتيجه. القانونين دول في منتهى الاهميه، القانون اللي انا قلت لك اللي هو بتاع الزائد وبتاع الناقص مهمين جدا جدا، قوانين ضعف الزاويه في منتهى الاهميه. اول صفحتين في كتاب التفاضل والتكامل لازم يتحفظوا زي اسمي. طيب 16 بيقول لي ألف أس سالب واحد، وكان ألف في سين والصاد وواحد واتنين، فإن الصاد عايز بقى يبقى أنا السين والصاد ده هيساوي إيه؟ الألف أس سالب واحد في واحد والاتنين، يعني هيدينا 2 و5 وواحد وتلاتة في واحد والاتنين، يعني هيساوي نضرب بقى دي 2 في 1 باتنين زائد 10 يبقى هنا 12، هنا 1 في 1 ب1 6 يبقى هيدينا كام؟ هيدينا 7، يبقى السين ب12 والصاد ب7، وعايز الصاد يبقى الصاد ب7 رقم ج. هو عاطيني هنا ألف أس سالب واحد على طول. طيب 17 هنا بيقول لي إيه؟ عدد الحدود في مفكوك سين زائد صاد أس 100 ناقص سين ناقص صاد أس 100 بعد تبسيطه. تبسيطه يعني هتجمع. طيب ده هنا هيديني ايه؟ هيديني 101 حد، وده هيديني 101 حد، ده كله موجب، وده اول حد هيبقى سالب، واللي بعديها هيبقى موجب، اللي بعديها هيبقى سالب، واللي بعديها هيبقى موجب، وهكذا. خلاص، فانا لو بقى ده سالب اول حد هيروح مع اول حد معايا، يبقى الحد الاولاني هيروح، هيصبح هنا ده ايه؟ 100 حد، وده 100 حد، هنا واحد سالب وواحد موجب، واحد سالب وواحد موجب، والموجب هيبقى يساوي الموجب اللي هنا، يعني هيدينا 2 في الحد ده. يعني مثلا لو تخيل الحد التاني هيبقى 2 نفس الحد، والتاني هيبقى 2 نفس الحد. خلاص، ف يعني مثلا ده هيبقى 100 100، طار منهم كام؟ طار منهم 50، والتانيين هيتجمع عليهم، يبقى هيديني كام حد؟ هيديني 50 حد معايا. ماشي، يبقى ده 50 حد، الإجابة 50 حد. فك شوية حدود، يعني انت فك كده شوية حدود، فك مثلا 3 4 حدود، هتلاقي اول حد هنا راح مع اول حد، يبقى هنا هتلاقي كام؟ اصبح عندك بدل 101 اصبح عندي 100 حد، وهنا برضو 100 حد لان راح حد واحد، ال 100 حد ديت واحد هيطير مع الواحد هنا، يبقى ده 50 وهنا 50 بس زي بعض، يعني هيدينا 2 في 50 حد، يعني هيدينا 50 ايه؟ 50 حد. ماشي. ال 18 بيقول لي واحد، يعني هنا هيصبح ايه؟ واحد زائد، انا عندي طبعا واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع تساوي صفر، يعني واحد زائد اوميجا يدينا سالب اوميجا تربيع، يبقى سالب اوميجا تربيع لما يبقى اس 4 يبقى ايه؟ اوميجا اس 8، زائد هنا واحد زائد اوميجا تربيع بسالب اوميجا يبقى يدينا اوميجا اس 4، وهنا ديت اوميجا عندنا سالب واحد اس 4 يعني هيدينا واحد. طيب ال 8 بقسم على التلاتة، بقسم الأس على التلاتة، والباقي هيبقى هو أس الأوميجا، 8 على التلاتة فيها
الستة 2 في 3 ب 6 وبقى 2، يبقى دي أوميجا تربيع. هنا بقسم على التلاتة يبقى فيها الواحد وتبقى واحد، يبقى أوميجا زائد الواحد، أوميجا زائد أوميجا تربيع زائد الواحد يدينا إيه؟ يدينا الصفر. 19 بيقول لي إذا كان نون يساوي كذا وميم يساوي كذا فإن ميم يساوي. طيب أنا ممكن آخد عامل مشترك هنا، دي ما فيهاش عامل مشترك، هنا الميم فيها عامل مشترك، يبقى أنا ممكن آخد تلاتة، يبقى دي تلاتة هي، هيصبح إيه؟ واحد وصفر وتلاتة. طيب وهنا ممكن آخد اتنين عامل مشترك، يبقى هيتضرب في اتنين أهو، يبقى يصبح إيه؟ اتنين وتلاتة وخمسة. وهنا ممكن اخد خمسة عامل مشترك، يبقى يتضرب في خمسة، هنا هيصبح هنا واحد واربعة واتنين. ده ايه ده؟ نون، يعني خمسة في اتنين في تلاتة يعني 30 نون، يبقى الاجابة رقم دال، الاجابة رقم دال. خلاص كده، مهم جدا 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 اسمع الفيديوهات بتاعت البوكليت ده واحله مرة واحدة، ما احلش بوكليت وارجع، يعني حليته وترجع له، ترجع من الاول وتقعد عليه مرة واحدة، مرة واحدة مهمة جدا 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 كلمة مرة واحدة ديت. وانت بتتفرج على الفيديو اي قاعدة انا بقول لك مهمة اكتبها، اي طريقة حل مش فاهمها اكتبها، اكتب القوانين اللي انا ايه اللي انا بستخدمها. اسأل الله عز وجل لكم التوفيق، واشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.